الله يلي عايمن بالخفيات يا واحد المعبود رب البريه تحفظ لنا ابو حسين من كل سيئات الهاشمي راعي النفس الصحيح. كثير فخور اكون بين اهلي وعزوتي من ابناء الباديه الجنوبيه. انا مشتاق للجميع، صار لنا مده ما قعدنا، بس ان شاء الله مع نهايه السنه راح نمر على الجميع وقت قريب جدا. في فرص كثير بالمنطقه الجنوبيه بالنسبه للزراعه، السياحه، المعادن، في استعداد من دول اخرى يجوا يستثمروا في الاردن بالنسبه للطاقه والمشاريع الاخرى، الامن الغذائي. راح نطلق بمبادره بالتعاون مع المؤسسات المعنيه لتخصيص 9000 دونم لتنفيذ مشاريع زراعية لأهل المناطق. بدنا نبدأ بالجنوب، بالوسط وبالشمال. لما نحن بنقدر نقسم الأراضي لأهل المنطقة وننجح بأول مرحلة، نقدر أيضا بعدين نضيف ونكبر المشروع. نحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم، ونحن أحوج ما نكون أن نهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم.